وضاياتي بالقيم أحلى وضاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيم أحلى أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا أقدر دور من حولي أزيد بسم الله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يلعب الوقت دورا مهما في حياة المسلم، فما يذهب من وقتك الآن لن يعود ولو بذلت في سبيله أغلى ما تملك. أقسم ربنا عز وجل في كتابه في أكثر من موطن بالوقت، فذكر في كتابه عز وجل والعصر والفجر والليل. في وسط هذه الاضطرابات، في وسط هذه التغيرات التي باتت تصيب مجتمعنا، بات شبابنا اليوم يعانون حقا من مشكلة الفراغ في حياتهم. يعني أحب أن أرحب معكم بضيفي في هذه الحلقة، يعني من الشباب الأخ أمين ومن الأخ أيضا عدة، وأيضا دائما معنا الشيخ نور الدين مقدم، فمرحبا بك يا شيخ. يعني وسؤال موجه إليك مباشرة، يعني ما حكم يعني تضييع الوقت، وكيف يرى كيف يمكن للمسلم يعني ان يستغل وقته في ما ينفع البلاد والعباد ان شاء الله؟ اذا لعل اول سؤال نصوغه، ما حكم الشرع في استغلال الوقت؟ استغلال الوقت، نعم. الوقت هو عمر الانسان، صح. هذا الوقت اذا ذهب فلن يعود، اكيد. والإنسان هو مجموعة من الأيام، أكيد. إذا ذهب يوم ذهب بعضه، وهذا الفراغ نعمة عظيمة جدا، وهذا الإنسان يلاحظه. إذا لم يكن مرتبط بعمل ثم التحق بعمل يعرف قيمة هذاك الوقت، صح. يعني لا يجد ساعة يقرأ فيها حزبه، صح. لا يجد مثلا ساعة لزيارة رحمه، صح. والكلمة الآن نسمعها على كثير من الناس، مكاش الوقت. فهذا الوقت نعمة عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى هذا الحديث أن كثير من الناس يخسرون في استغلال الوقت، المغبون هو الذي يخسر، فكثير من الناس لا يستغلون هذا الوقت الذي هو رأس مال الإنسان. لكن الحمد لله الحديث فيه بشارة أن هناك فئة قليلة من الناس يستغلون أوقاتهم، صح صح. هذا الوقت في الحقيقة ينبغي للمسلم أن يحافظ على كل وقته. المسلم شعاره قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، صح. كل حركاته كل سكناته لله سبحانه وتعالى، يعني مد أن يستيقظ إلى أن ينام حتى نومه لله سبحانه وتعالى. حتى النوم يا شيخ، حتى النوم إذا نام ينوي بنومه في قلبه، وش ينوي؟ أنه ينام حتى يبكر ويصلي صلاة الصبح، يعني يتقوى الإنسان إذا نام، حتى يؤدي وظيفته على أحسن وجه كما أمره الله عز وجل، يتقنها يعني يتقن حتى العمل. يتقنها. فالمسلم يستغل كل وقته. حسبوا لي حتى عبارة عطلة من في الإسلام، ما كاش عطلة يعني فقط الإنسان يروح على نفسه. والشيء الذي أريد أن أختم به هذه النقطة وهو أنك ترى كثير من الشباب، اللهم بارك، يعني شاب في مقتبل عمره وحقق يعني امتيازات ونجاحات، يعني حاز على شهادة البكالوريا والماجستير وربما الدكتوراه، ومع أنه صغير تجده قد حج بيت الله، قد حفظ القرآن الكريم، وله يعني بصمة، له أثر كبير في مجتمعه. السر أنه يستغل وقته، يعرف كيف يدير وقته. هذه صح. يعني يا شيخ، ربما يعني بعض الشباب تلقاه مثلا، يعني وهي حقيقة المشكل الأكبر، أنه عايش في روتين، عايش في صندوق. كيفاش يدير؟ ينهض صباحا باكرا،
عندما ينهض مباشرة يشوف في نفسه ويقول راني كاره. هو بحد ذاته ما راهش مقنع مقتنع بنفسه وينطلق في يومه. شوف الصباح يشرب القهوة بنفس الطريقة اللي يشرب بها ويقول نفس الكلام لوالديه والأهله، وكي يخرج عند الباب نفس الكلام اللي يقوله للناس يعاود يكرره، وكي يمشي في الطريق نفس الشيء، وهو عنده روتين تاع يومي، روتين يومي كامل متكرر. مشكلة. نفس هذا الشيء قاعد يتكرر يوميا. يعني هذه ربما من أهم الأسباب اللي تخلي الشاب يعيش في الفراغ، لأنه هو ببساطة عايش مغلق في على نفسه في صندوق، وقعاود يعني داير نسخة ليومه، كل يوم عنده نسخة، يعني عنده كوبي واحدة تاع يوم واحدة ودير لها نسخة على باقي الأيام، كل يوم معاود مكرر نفس الروتين نفس الروتين بنفس الشيء. هذه ربما من أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان يعني يضيع في الفراغ، يعني نفس الشيء قاعد يعمل فيه، وقاعد يعمل فيه بطريقة معينة. يعني ربما نتوجه إلى يعني للشباب، ربما نتوجه إلى أخي عدة، يعني سؤالي يعني بصفتك كشاب وراك تعرف شبابنا، يعني كيف يصرف شبابنا وقتهم، كيفاش راهم يصرفوا وقتهم يعني يوميا؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة لدينا الآن هي في إدارة الوقت. صح كيفية صح. كيفية إدارة الوقت، عندنا مشكل كيف ندير وقتنا. سقسي شاب يقول لك أي نقتل في الوقت، يا ودي الوقت لا يقتل فيك. سبحان الله سبحان الله. تبع ساعات طوال أمام مواقع الإنترنت، أمام مواقع التواصل الاجتماعي، يضيع وقته، والعياذ بالله حتى بعض الأحيان يضيع حتى صلاته. عايش في عالم آخر، خرج من العالم الواقعي الحقيقي وذهب إلى واقع افتراضي كما قلت أخي صديقي محمد. روتين كل يوم، روتين كل يوم، روتين كل يوم، روتين غير هو ما كاش حاجة جديدة. صح صح يا ولدي، هكا ما غاديش توصل. صح صح. ويتعيش يعني في حلقة مفرغة. أكيد. لازم تنفتح وتعرف كيف تدير وقتك، ولعل الشيء غادي يفيدنا أكثر. نعم. أكيد. يعني الحلقة ربما النقطة المهمة اللي نحب نذكرها يعني، وهي نقطة مهمة جدا، يعني لماذا يعاني الشاب من الفراغ؟ لأنه أصلا لم يبحث عن الحياة. صح. هو أصلا ما بداش، ما حطش خطة لحياته، ما رسمش هدف، ما عندوش غاية. تلقاه تجي شاب تسأله تقول له يعني وش غايتك في الحياة، وشنو هو هدفك؟ ومشي وسأل الشباب كلهم الآن في الجامعات، في الطرقات، شباب في الثانوية، تقول له وش، يقول لك رانا عايشين وخلاص. كاين هنا يا أخي محمد. نعم. واحد قلت انت في واحد الدورة. نعم. ماذا سيفقد العالم إذا متنا؟ نعم. ماذا سيفقد العالم بموتك؟ نعم. يعني هذا سؤال. ماذا سيفقد العالم إذا متنا؟ نعم. مشكلة. صح صح. يعني سؤال مهم جدا. وأن الإنسان ماذا، يعني الإنسان يسأل نفسه ماذا يمكنه أن يقدم للعالم في عند كل استيقاظ في الصباح من النهار؟ وش نقدم من الأمة الإسلامية؟ وش نقدم للأمة العربية؟ وش نقدم لبلادي للجزائر؟ في كل صباح إحنا دائما المشكلة تاعنا ننتظر من الآخر أن يقدم لنا، ولكن ماذا قدمنا للعالم؟ ماذا قدمنا للناس؟ ماذا قدمنا للأمة؟ وش مدينا لها؟ السؤال المهم الذي يطرحه كل شاب على نفسه في كل صباح، ماذا سأصنع اليوم؟ هل يعني سأخطو خطوات إلى الله وسأتقرب إلى الله؟ هل سأذكر الله في يومي هذا؟ هل سأعمل شيء مفيد للأمة؟ وهنا ربما نعود يعني نرجع عند 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 شيخنا، يعني كيف يمكن للشاب مثلا شاب مسلم أن يستغل وقته؟ وهذا سؤال مهم جدا الحقيقة أخي محمد. يعني هناك نقطة أود أن ننبه عليها، أن من أسباب الاستغلال السيء للوقت هو عدم معرفة أهمية الوقت. صح. يعني الأمم الكافرة الغربية إنما تقدمت وتحضرت لأنها أدركت أهمية الوقت، حتى إن بعض المفكرين صار يبحث عن طرق حتى يقلل من حجم النوم، ساعات النوم. سبحان الله. بعضهم ربما ينام ساعتين لأنه أدرك قيمة الوقت. وإحنا ما نستغربوش في علماء الإسلام من يستغل وقته خير من علماء الغرب. الاستغلال السيء للوقت في الحقيقة هذا هو القضية التي سأقف عندها. نريد أن نبرز بعض النماذج. صح. للاستغلال السيء للوقت. صح. يعني بعض الشباب بدون شعور راه يضيع وقته، وكما قال الأخي راه يقتل وقته، وكأن الوقت عدو وهو لا يعرف قيمة الوقت. من صور الاستغلال السيء للوقت اللهو واللعب. يعني الآن بعض الشباب هداهم الله، وإحنا كنت كلموا الخطاب يعني نحب لهم الخير. صح أكيد. يعني نريد أن نغير. أكيد. أن هذا الشاب اللي راه معروف بأنه فارغ عاطل يولي عنده ارتباطات يولي ينفع الأمة. فمن صور الاستغلال السيء اللهو واللعب، أكثر وقته في اللهو، أكثر وقته في اللعب. الآن سبحان الله، يعني ما من شاب إلا وتجد بين يديه جوال، وش يدير في الجوال؟
ربما يلعب في الجوال، ربما أثناء يعني تصفح الجوال ما تقاش يقرأ كتاب مثلا، كتاب نافع، صحيح البخاري، صحيح مسلم، رياض الصالحين، أو حتى كتاب علمي جديد، تقاه ربما يعني من موقع إلى موقع، ربما مواقع حتى إباحية فيها ما حرم الله عز وجل. إذن اللهو واللعب يعني من أعظم صور الاستغلال السيء للوقت. كذلك النوم، يعني بعض الشباب هداهم الله يعني أكثر وقته في النوم، وهذا للأسف هذه ظاهرة سيئة. كذلك القدرة الزائدة، ما نقولش قدرة الزائدة، يعني إفراغ الوقت الزائد في قنوات التواصل الاجتماعي، يعني تلقاه يعني عاكف على الإنترنت كما ذكر أخي عدة، ربما ساعتين أو ثلاثة، والله بعض المرات 6 ساعات 7 ساعات، وسبحان الله لا يستطيع أن يمسك مصحفا ربع ساعة. تمسك مصحف ربع ساعة والله لا يستطيع، لكن يقلب بين القنوات وبين المواقع هذا شيء عادي. صح. فهذا الاستغراق الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك طول المكث في الشارع والمقهى، هذه ظاهرة نشوفها عند الشباب. صح. يعني يقعد في الشارع وفي المقهى أوقات وأوقات، هذا كلها خطأ، وهذا سيأتينا لعل في الحلول. كذلك من صور استغلال السيء للوقت استغلاله في سماع الأغاني، وهذه نشوفها الآن عند الشباب. صح، مشكلة سبحان كبير. الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم رديرها الكيتمان مسمع، ويسمع واش؟ يسمع الغناء. يعني بالمقابل يا شيخ، بدل ما يسمع غناء، كاين كتب صوتية، كاين قرآن، كاين دروس، لماذا لا يسمع؟ راهو في الطريق، حاب يسمع، لماذا لا يضع شيء مفيد؟ هذه هي يخليه يستغل الوقت. هذا يعني من هذا الباب، يعني هنالك بعض الناس يعني أوقات الانتظار يعني بالنسبة لهم وقت ثمين جدا، ولكن بعض الناس عندهم وقت الانتظار وقت موقف، وقت ضايع. إنسان في وقت ما يكون في مثلا في حافلة النقل، أو مثلا في ينتظر طبيب، ينتظر معاملة معينة في بلدية، يعني هذاك الوقت هو حقيقة أحد أهم الأوقات المتميزة التي يمكن للإنسان أن يستغلها ويصنع بنفسه إنسانا آخر، يمكنه أن يرتقي بذلك الوقت إلى مستويات أعلى جدا. في الوقت هذاك مثلا أقرأ وردك وانت قاعد في الطريق، وانت قاعد تنتظر أقرأ وردك القرآني، ذكر اذكر المولى عز وجل في ذلك الوقت. يعني ربما هذه الأمور التي تضيع منا دائما، يعني يمكن للشاب، يعني يمكن للمسلم، يمكن أن يعني يعرف جيدا كيف يستغل وقته لو فكر، فقط فكر إنسان يشغل باله ويعرف كيفاش يصرف وقته. المسألة بسيطة جدا، خليك تخرج من هذاك الصندوق، من الروتين اليومي اللي راك عايش فيه. كل هذا الروتين اللي راك عايش فيه راح يعاود يدير لك فوتوكوبي نتاع يومك. ببساطة اصنع لنفسك حياة جديدة، اصنع لنفسك طريق جديد، اصنع لنفسك حياة جديدة. يمكنك ذلك فقط بأن تشغل بالك، خليك من البيئة السلبية اللي راك عايش فيها، خليك من الأفكار السلبية اللي قاعدة تحاصر فيك، خليك من نفس الأصحاب، نفس الأصدقاء، هذو كلهم راح يعطوك نفس النتيجة. انت حاول انك تخرج من هذا الصندوق كله، وبالتأكيد ان شاء الله راح تكون انسان اخر، بس خليك تفكر بطريقة ايجابية، خليك تفكر نحو طريق سليم، وخليك تخرج من هذا الروتين اليومي. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. حياتي بالقيام احلى، وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام احلى، الأشياء التي تشغل الفراغ وهي أن يقرأ القرآن ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى ويحضر محاضرات دينية. في الحقيقة هذا فراغ، الفراغ احنا اللي نصنعوه، مشي هو اللي يصنعنا. احنا نقولوا مكاش الفيد، يا إما كاين طاعة يا إما كاين معصية، الفيد هذا مكاش منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم رياض الذكر فارتعوا. عليه برياض الذكر، كذلك الواحد ما يضيقش على روحه بزاف، ينظم الأوقات تاعه. هذه المشكلة اللي أنا واقعين فيها، الوقت راه من ذهب، كل يوم رانا نزيدو نكتشفوا باللي الوقت مشي راه غير من ذهب، ما زدناش صنا له تسمية أكثر من هذا. الوقت لا يعوض أبدا. يجب علينا أن نضع أوقاتا للمطالعة وأوقاتا للعلم، وخاصة في الأوقات يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجب علينا أن نملأ الفراغ بالقرآن، بالذكر، بالمطالعة، وخاصة معرفة الدين الحكيم. وراي عندنا الله يبارك، عندنا مكاتب وعندنا أساتذة، راهم يديروا لنا دروس في المساجد. كاين ثلاث مجالس، مجلس لطالب العلم، ومجلس كاين مجلس تعامل،
ومجلس لطالب العلم، وثالث يضرك ولا ينفعك. غادي كي يقعد يريح في باغ اكزومبل يجمع في قنت ولا يريح في قهوه ولا ما كانش فايده، ما غاديش يستفاد، غاتشي برا ما غادي تستفاد والو. بصح غادي كي مجلس تاع قرايه ولا تاع طلب العلم يروح للجامعه يتعلم حاجه تاع مفيد اللي تستفاد منها يستفاد. الاشياء الذي يشغل بها الشاب الفارغ تاعه مثل المطالعه، قراءه القران، ممارسه الرياضه، الابتعاد عن الاشياء المهمله، النظر في اشياء اكتشافات جديده. باغي يدير رياضه، مطالعه، يقرا قران، حاجه مليحه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، باش يوخرك على هذه الحاجه اللي مش مليحه في حياته، تكون حياته مليحه. حياتي بالقيم احلى، وغايتي بها عليا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. انت يا ايها الشاب لتعلم بأن وقتك محدود والحياة قصيرة، وما يذهب من يومك اليوم لن يعود أبدا. كل هذه اللحظات، كل هذه الثواني، كل هذه الدقائق، كل هذه الساعات، اسأل نفسك فيها ماذا صنعت؟ اسأل نفسك في كل وقت ماذا يمكنني أن أصنع في هذه اللحظة لأمتي، لبلدي، لشعبي، لهؤلاء الناس من حولي. ربما سؤال ينبغي أن نعيده في كل لحظة لأنه مهم جدا جدا جدا. أذهب إلى شيخي شيخ نور الدين، يعني كيف يمكن للمسلم أن يستغل وقته؟ يعني دائما يعني الشباب يعني في الحقيقة يعانون من الاستغلال السيء للوقت، فكيف يمكن لهم يعني أن يستغلوا وقتهم؟ نعم، معليش تتم لما سبق. نعم، لما سبق الاستغلال السيء للوقت ذكرنا صور منه. نعم، اللهو، اللعب، النوم، الاستغراق في قنوات التواصل الاجتماعي، الشارع، المقهى، سماع الأغاني، كذلك مجالس مملوءة بالغيبة والنميمة. يعني مجالس شباب غيبة، نميمة، وربما مجالس فيها أمور تضر ولا تنفع، فلان وجدار، فلان والشراء، موضة الأخيرة. فينبغي الإنسان أن يترفع عن هذه الأمور. كذلك النظر إلى الأشياء المحرمة، بعض الشباب أنا أشوفهم يلتقون في غرفة ولا يجتمعون على هاتف وينظرون يعني في صور محرمة، وربما في أفلام فيها صور محرمة. كل هذا داخل في الاستغلال السيء للوقت. هذا الشاب نذكره بشيء، أن يوم القيامة سيسأل عن هذا الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. كل واحد فينا يوم القيامة يسأل عن خمسة أمور. سمعوا يا جماعة: عن علمه فيما عمل به، العلم تاعه عمل به ولا ما عملش، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكذلك لاحظوا سؤالين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. خمس أسئلة فيها سؤالان عن الوقت: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه. نعم. مع أنه يسأل عن العمر، يسأل عن وقت معين من العمر ألا وهو الشباب. شباب. نعم. فأيها الشاب أعد للسؤال جوابا: هل في شبابك كنت من حافظة القرآن الكريم؟ هل كنت ممن يعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى؟ هل كنت من الذين هم على صلواتهم يحافظون؟ هل كنت ممن يجالس الصالحين؟ أم كنت والعياذ بالله ممن يضيعون أوقاتهم ويتسكعون في الشوارع وشعارهم وديتارهم المعاكسات ودخول القنوات المحرمة؟ فاختر لنفسك أي الطريقين. صح. نعم، يعني شيخنا نتوجه منك مباشرة إلى يعني الشاب، يعني الأخ أمين. يعني أخي أمين، بصفتك كشاب، يعني كيف يمكن للشاب أن يستغل وقته يعني فيما ينفع الأمة فيما ينفع؟ مشكور أخي محمد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على النبي بعده. أما بعد، أنا أذهب بمشاهدة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ما أكل أحد طعام قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سبحان الله. يعني المغزى من الحديث أنه لا خير في شباب لا يعملون. أنا أطلب من الشباب أنهم يعيشوا الهدف. سبحان الله. يعيشوا الهدف، لأن الحياة قصيرة. سبحان الله. ولابد من الإنسان أنه يعمل لزيادة الآخرة. وبارك الله فيك. تفضلت والله أخي أمين، تفضلت بنقطة مهمة جدا. نعم. الآن ربما لو كنت تمشي يا شيخ في الشوارع وتلقى شبابنا تلقاهم كلهم مستدفين، ربما يعني أمر هذا يؤذيني والله صراحة. تلقى الشباب مستدفين كلهم في الطريق، جيت عرض عليه عمل، تقول له عندي مثلا عندي عمل شاق، ولا يقول لك لا، ونبينا داود كان يعمل ويكذب يده.
ويعمل بيده ويأكل مما يعني تصنع يداه. ويش شبابنا اليوم إلى أين؟ وين راهم ماشيين؟ ربما أنت الآن في كل طاقتك، في كل قوتك، في كل يعني جاهزيتك، وراك تقول بلي ما نقدر، ما عنديش واش ندير. يلا كيجيك عمل، ربما الناس بعض شبابنا يستصغروا العمل، وكان يجيه عمل هكا يعني فيه شويه تعب وفيه شويه تاع كذا، يقول لك لا ومنا ويستدل يعني ويستأذن منك بامور ربما لا تقنعك. يعني شبابنا الان، اسال نفسك انت يا شاب، يعني ماذا صنعت؟ يعني ماذا يمكنك ان تصنع لهذه الامه؟ هذا الوقت الغالي اللي قاعد تضيع فيه، هذا الوقت الثمين اللي غادي يوم في يوم الايام لما تكبر، لما تلقى عندك شغال بزاف واولادك قدامك ومش قادر حتى على 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 عيش حياتك، يعني وتسال نفسك يعني هذاك الوقت هذاك اللي كان ضايع في شبابي وفين مشى؟ الوقت اللي كنت المفروض انك تستغله في حفظ كتاب الله، في تعلم شيء مفيد، في دخول دوره معينه. ربما شبابنا الان ننصحهم ربما بهالدورات تاع التنميه البشريه تاع اداره الوقت، ربما هذا امر مهم جدا يفيدهم في ترتيب حياتهم، في توجيه حياتهم. يعني هنا نعاود نحب نرجع عندك يا شيخ، يعني كيف يمكن للشاب المسلم أن يستغل وقته؟ هذا في الحقيقة سؤال وجيه جدا. نعم. والمسلم ليق يكون عنده هذا السؤال، يهم هذا السؤال. صح. كيفاش نستغل الوقت تاعي؟ صح. أول شيء دعاء الله عز وجل، دائما نكرر هذه الأمور، لأن الذي يهديك إلى أحسن طريقة لاستغلال الوقت هو من؟ الله عز وجل. والله عز وجل هو المهم. ولهذا كان بعض الصالحين يقول اللهم بارك لنا في وقتنا وارزقنا إصلاح الساعات. سبحان الله. وكان بعض الصالحين إذا قرع أحدا بابه، لا يوحد يتطبع عليه في بابه، يقول اللهم إني أعوذ بك ممن يشغلوني عن ذكرك. الله بعض الناس يجي تكون في طاعة، تقرأ القرآن، تقرأ الورد، ربما يكون التلميذ يرجع الدروس تاعه، يجي واحد رفيق من رفقاء السوء اللي هو فارغ عاطل يشغله. الأمر الثاني ترتيب الوقت، نحتاج إلى ترتيب الوقت، لابد المسلم يكون عنده برنامج، لا يعيش هكذا عشوائيا، برنامج منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، ليس برنامج يومي فقط، برنامج طول السنة. الآن الأمم تقدمت وتحضرت لأن عندها برامج، ما نقولش يومي، برامج سنوية. صح. عندك برنامج. صح. يومي، برنامج. صح. أسبوعي، برنامج شهري. صح. برنامج. صح. سنوي. فالآن أنت عندك برنامج تاعك اليومي، تستيقظ مع صلاة الصبح، تصلي صلاة الصبح، خاطب الشباب، الحمد لله شباب مسلمين ويعرفوا قيمة الصلاة، سينوا تصلي صلاة الصبح، أعزم النية هذه. يعني شوف، يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بورك لأمتي في بكورها. صدقت. اللهم بارك لأمتي في بكورها. صلي صلاة الصبح في وقتها ونوض، جعل وقت هذا أعظم برنامج، وهو المحافظة على الصلوات الخمس. صح. برنامج كاين وقت للعمل. صح. صح. تستيقظ في البكرة وتذهب تعمل، كاين 8 ساعات مثلا للعمل. نعم. وكاين ربما ساعة للعبادة، يعني هذا أدنى شيء، وهي إقامة الصلوات الخمس، من كان المسلم حتى العمل تاعه ينوي به العبادة. كذلك عندك برنامج ساعة مثلا لزيارة الرحم، تملأ وقتك. المشكلة تاع الشباب عنده فراغ، هذا الفراغ اللي يملأ، إذا لم يملأ بخير فإنه سيملأ بشر. أكيد. الزجاجة إذا لم تفرغ إذا لم تملأ بالماء ستملأ بالهواء، لابد أن تملأ. فإحنا لابد، هو ماذا؟ لابد أن ينظم وقته. احنا الشباب يقول لك الان، ماشي غير الشباب، يقول لك ما عنديش الوقت، ما كاش الوقت، كاع الناس يقول لك ما كاش الوقت، علاش ماكش السر راح نتاعك ما كاش الوقت؟ لا، الوقت موجود، انما ترتيب الوقت. ولهذا جزا الله خير الاخ عدى، والكلمه قلتها اخي محمد، انه لابد من اننا نحيي في الشباب هذه الفكره، حضور دورات اداره الوقت. نعم. صح. لان هذو ناس مجربين عندهم خبره. صح. 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 وهذا المجرب سيختصر عليك الطريق. صح. صح. فتقرأ كيفاش كان ابن القيم رحمه الله، حتى لا أطيل، ذكر في كتاب له عظيم اسمه طريق الهجرتين. نعم. كيفاش كان المقتصد. هذا المقتصد اللي زعما يدير الواجبات ويترك المحرمات. نعم. كيفاش كان يفعل منذ أن يستيقظ إلى أن ينام. الأمر الثاني، وهو كما قلنا، أن يشغل وقته بالخير، منها القراءة. أمة اقرأ صارت لا تقرأ. صح. احنا نشوفوا كما كنت تقول انت في القطار، ولا في عند الانتظار عند الطبيب، وربما في الحافله، الامم الكافره يقرؤون حتى في بيوت الخلاء، اكرمكم الله. الله، ونحن امه محمد صلى الله عليه وسلم ما نعرفش قيمه الوقت. الله. كذلك زياره عالم، زياره الصالحين، تنظم وقتك، وقت للعمل، وقت للعباده، وقت للرياضه، وقت للاستجمام والاستراحه،
وقت للالتقاء بالرفقاء، الرفقاء الذين ينفعون ولا يضرون. فالشاهد يعني الحمد لله يعني فن إدارة الوقت الإنسان يستطيع كل واحد على حسابه. سبحان الله. مش يدير برنامج كثيف بعد ما يستطيعش يطبقه، شيء قليل يقتصر فيه على الواجبات. صح. هذا الشيء القليل بإذن الله مع الأيام يرتقي شيئا فشيئا إلى ما هو أعلى. سبحان الله. واسمح لي أنا أختم أن قدر المسلم عند الله في الدنيا والآخرة على قدر استغلال الوقت. ربي جعل الجنة درجات على حسب استغلال الوقت، ولهذا في حديث يحسنه بعض أهل العلم: ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكر الله فيها. يعني راه هو في الجنة وكاين الناس راهم أعلى منه درجة، شاهوا راه ندمان. علاش؟ لأن مرت ساعة ما ذكرش ربي فيها، بسبب هذيك الساعة الناس فاتوه راهم أعلى منه درجة. سبحان الله. سبحان الله. يعني سبحانه يعني المولى عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني يجي الإنسان مع الصلاة، يعني يجي الصلاة كيف تنظم حياته. يعني حقيقة والله يعني لو يعني يفقه الإنسان حقيقة إدارة الوقت، هي في الحقيقة إدارة وقت صلاة. يعني تجد الإنسان يعني سبحان المولى عز وجل قسم مواقيت الصلاة في فترات معينة، في فترات وين الإنسان يحس بنوع من الـ من الـ من الخمول، تجي الصلاة تذكره، تجي الصلاة تعود ترتبه، تعود تحطه. الصلاة يعني سنة كونية في الوقت. سبحان الله. سبحان الله عز وجل. كيف الإنسان يجي مثلا الصباح يبدأ يعني يبدأ يلا صباح صلاة الصبح بها يستيقظ، بها يبدأ يومه، بداية ما يبدأ به يبدأ بالصلاة، تعلمه الصلاة كيف يستيقظ في الوقت، المحافظة على صلاة الفجر تعلمه كيف يستيقظ في وقته، في الوقت البكور، يعني ويحصل على بركة بورك لأمتي في بكورها. يعني هي حقيقة الإنسان لو يعني يتفقه يعني يفهم حقيقة كيف يكون مسلم، فسيكون من أحسن من يديرون وقته. يعني فقط يفهم كيفاش يحافظ على صلواته ويعطيها حقها، ويعطيها يعني حقها من الـ من من الصلاة في وقتها، ومن من الخشوع ومن التدبر، يعني ربما هذا أفضل يعني معيار أو أفضل مسار يمشي عليه. نجول عند الأمم، يعني ربما كل الأمم التي يعني سبقتنا في حضاراتها وسبقتنا في تطورها لم يحصل لها هذا التطور إلا من خلال احترامها للوقت. مثلا لا، وكلكم تعرفوا، كل جزائريين يعرف، روح لي عند ياباني وقول له قول لي نضيع لها الوقت. نعرفوها هذه. روح لي عندي شينوي وقول لها يعني صيني وقول له روح نضيع لك الوقت، روح ريح معاك، ولا روح نريحوا في قهوه، ولا يعني الناس احترمت الوقت، باحترامها للوقت تطورت. وهذا الذي يعني ربما يحتاج اليه كل شاب مسلم، الى كل شاب جزائري، اليه كل شاب عربي. اعرف كيفاش تستغل وقتك. الوقت راه ثمين جدا، الوقت راه غالي جدا. راح يجي واحد ويجي عليك وقت وين تندم على هذه اللحظات اللي قاعد تضيع فيها. يا ليت الشباب يعود يوما. نعم. يا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. يعني هذه النقطة مهمة جدا، وهذه رسالة لكل شبابنا، رسالة لكل يعني إخواننا. استغل وقتك فيما ينفع، استغل وقتك فيما يبني أمتك. يعني أخرج من هذا الروتين، أخرج من هذا الروتين اليومي اللي راك عايش فيه. ببساطة يمكنك أن تستغل وقتك إذا فكرت، يلا خلاص شغل بالك، خرج من روتينك، وإن شاء الله مسلم يعرف كيف يستغل وقته. يعني في النهاية أحب أن أشكر يعني ضيوفي الكرام، فشكرا لكم. شكرا على حسن الضيافة. أحب أن أشكر أيضا شيخ الفاضل الشيخ نور الدين، أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياتي بالقيام أحلى، وغايتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى، أقدر دور من حولي، أزيد بحقهم وعيا، بلادي أمتي أهلي، فلست بدونهم شيئا. أقدر دور من حولي، أزيد بحقهم.